أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات الوضع السياسي والميداني في المهرة. اعتصم أبناء المهرة في مديرية حوف لمطالبة القوات السعودية بتسليم المنافذ والموانئ والمطارات للسلطات المحلية، وعبر المعتصمون عن رفضهم الكامل لعسكرة الحياة في محمية حوف الطبيعية. وطالب المعتصمون الرئيس هادي ووزير الداخلية بحماية الاعتصام، محذرين المحافظ والقوات السعودية من أي محاولة للاعتداء على المعتصمين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل سيستطيع الفعل الشعبي الصمود في المهرة في ظل خذلان الشرعية؟ وإلى أي حد ستجر الأطماع السعودية الوضع في المهرة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. يبدو أن أبناء المهرة أمام ماراثون طويل من النضال، خصوصا وأن القوات السعودية تتوسع بشكل مدروس وصامت. فبعد جولات عديدة من المظاهرات والاعتصامات التي كانت عادة ما تنتهي إلى اتفاقات وتسويات، سرعان ما يتم نقضها من قبل الجانب السعودي، يعود أبناء المهرة مجددا إلى ساحات الاعتصام في مديرية حوف لتكرار مطالبة القوات السعودية بتسليم المنافذ والموانئ والمطارات للسلطات المحلية. المعتصمون عبروا عن رفضهم الكامل لعسكرة الحياة في محمية حوف الطبيعية، مطالبين الرئيس عبد رب منصور هادي ووزير الداخلية بحماية الاعتصام، ومحذرين المحافظة والقوات السعودية من أي محاولة للاعتداء عليهم. تحديات كثيرة يواجهها أبناء المهرة، أهمها الدفاع عن الأرض وحماية السيادة اليمنية، لكن إنجاز هذا التحدي بالوسائل السلمية هو تحد آخر ومهم يريد أبناء المهرة كسب رهانه، خصوصا وأن القوات السعودية حاولت مرارا فرض تواجدها غير الشرعي باستخدام القوة العسكرية. بالنسبة لقيادة الشرعية المتواجدة في الرياض، تبدو مكتفة أو متخاذلة أمام تواجد القوات السعودية ومخططها في الاستيلاء على المحافظة، وهو الأمر الذي يلقي بكامل المسؤولية على عاتق الفعل الشعبي المقاوم. ومتى ما كان الشعب حاضرا فلا يمكن لإرادته إلا أن تنتصر ويدحر الطامعون. نبدأ بالنقاش من المهرة. ينضم إلينا أحمد بلحاف، عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. نبدأ بآخر مستجدات الوضع في محافظة المهرة. آخر المستجدات عزيزي في مديرية حوف شق محافظة المهرة، أن الاعتصام السلمي بدأ يوم أمس بمسيرة حاشدة لأبواب منفذ ترفيت الذي تدخلت فيه القوات السعودية وميليشياتها بمدرعاتها وأدواتها وأسلحتها بقوة لاح. الاعتصام السلمي لا زال قائم. لجنة التنظيمية لاعتصام حوف أصدرت بيان يوم أمس وأكدت فيه على نقاط هامة، ومنها مناشدة القيادة الشرعية على رأسها فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي بسرعة اتخاذ القرارات التي تلبي مطالب المعتصمين وتهدف إلى الحفاظ على السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة. أيضا البيان خرج بالتأكيد على خروج القوات السعودية وميليشياتها من منفذ ترفيت ومديرية حوف بشكل عام في مدة أقصاها 72 ساعة. أيضا النقطة الهامة التي خرج فيها بيان اعتصام حوف هو بعد إيصال رسالة سلمية إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تؤكد لجنة تنظيمية للاعتصام خلو مسؤوليتها من أي تبعات تترتب على عدم خروج القوات السعودية وميليشياتها من مديرية حوف نتيجة تصرفات هذه القوات تصرفات استفزازية مع المواطنين والمسافرين في المنفذ. أيضا أكدوا أبناء مديرية حوف من خلال اللجنة التنظيمية في البيان ذاته على التمسك فيما تم رفعه إلى اللجنة الرئاسية فيما يخص وضع المعسكرات السعودية والاختلالات في الجانب الأمني والاقتصادي، والذي لم نلمس منه إلى الآن أي تحسن أو اتخاذ قرارات لمعالجتها. النقطة الأخيرة هي إقالة راجح باكريت والتأكيد على إحالته إلى المحاكمة بسبب الجرائم التي ارتكبها، وخصوصا في حادثة الأنفاق التي راح ضحيتها 2 من المعتصمين. أيضا ما أحب أن أشير إليه أن اعتصام حوف أيضا أكد على النقاط الهامة التي رفعت عبر اللجنة الرئاسية والتي أكدوا فيها لجنة الاعتصام بمحافظة المهرة عبر اللجنة الرئاسية. أهم النقاط هو
مطالبة فخامة الرئيس للأشقاء السعوديين بمغادرة محافظة المهرة حفاظا على مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار في محافظة المهرة، أيضا تمكين المؤسستين الأمنية والعسكرية الرسمية في المحافظة من ممارسة مهامها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وإخلاءها من الميليشيات التي تحاول الانقلاب على مؤسسات الدولة. أيضا من النقاط التي رفعت عبر اللجنة الرئاسية منع أي تواجد أو تشكيل من سيادة مسلحة خارج المؤسستين العسكرية والأمنية. طيب أستاذ أحمد، هل هناك يعني أنتم لطالما رفعتم سابقا بالعديد من المطالب لمؤسسة الرئاسة فيما يخص الوضع في المهرة، هل هناك أي استجابة لمطالبكم؟ ما الذي تمت الاستجابة إليه من هذه المطالب؟ إلى الآن لم تنفذ أي من تلك المطالب، ولكن اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة لا زالت متمسكة بتلك المطالب وتناشد فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي واللجنة الرئاسية بسرعة تلبية تلك المطالب وتحقيقها. فالمحافظة من سوء إلى أسوأ في ظل إدارة هشة تخضع للإرادة السعودية من الرياض. أيضا لا يفوتني أن أشير إلى نقطة هامة رفعت عبر اللجنة الرئاسية، وهي مطالبة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق لنهب الأموال العامة والعبث بالمقدرات وإيرادات المحافظة والسداد المالي والإداري الذي لم تشهده المحافظة من قبل، ونظرا لما آلت إليه الأوضاع في المحافظة من تدهور أمني وإداري، فإن الذي أتتنا اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة طالبت فخامة الرئيس إقالة راجح من منصبه نتيجة التجاوزات والمخالفات. طيب تبقى معنا أستاذ أحمد، نشارك معنا بالنقاش أيضا من المهرة محسن رعفيت رئيس الملتقى العام لأبناء حوف. أهلا بك أستاذ محسن. أهلا وسهلا. ما الذي سجد في حوف لتنتقل إليها الاعتصامات؟ حوف منطقة محمية طبيعية، حوف منطقة سياحية لم تتحمل أي قوات عسكرية من قبل السعودية، حوف منطقة سياحية، ولكن ويعتبر المنفذ الترفيه كما يعلم الجميع أن المنفذ الترفيه هو أفضل منافذ أمانا وأفضل منافذ في مكافحة التهريب ولكن يا بناء حوف يتفاجون بالقوات السعودية مع مدرعاتهم واستحواذ على المنفذ، ولذلك قاموا أبناء مديرية حوف مع شيوخها مع مقرياتها مع القطاع النسوي كلهم توافدون إلى بوابة إلى منفذ الترفيه يطالبون برحيل تلك القوات التي لم تأتي بطريقة شرعية، وإنما قامت باحتلال منفذ بإكراه دون الرجوع إلى الصفة القانونية ودون الرجوع إلى السلطة المحلية في المديرية أو في المحافظة، يعني قامت باحتلال المنفذ إجباريا. فذلك وقفوا قد يفهم من كلامك أنه احتلال المنفذ أنه كأنه حصلت صدامات أو مواجهات مع القوات والأجهزة الأمنية المتواجدة في هذا المنفذ، لأنه ما دام مرت الأمور طبيعية إذن يبدو أن هناك تنسيق. اليوم أرسلت القوات السعودية تعزيزات بأطهم عسكرية، ولكن قاموا بناء مديرية حوف بتصدي تلك القوات، لأن المظاهرات أبناء مديرية حوف والشعب المهري مظاهرة سلمية، فقاموا أبناء مديرية حوف والقبائل بتصدي تلك القوات وإخضاعها للرجوع إلى السكنات العسكرية التي تحتل أجزاء كبيرة من محافظة المهرة. طيب ما هي المطالب التي رفعت اليوم في هذا الاعتصام لأبناء حوف المطالب التي رفعت من قبل بناء مديرية حوف هي أن خروج القوات السعودية والقوات الغير خاضعة للقانون أو الميليشيات، هي قوات غير قابلة للقوانين أو غير قابلة للقانون نهائيا إطلاقا. قوات السعودية بناء مديرية حوف يطالبون بالرحيل تلك القوات غير مرغوب فيها من قبل أبناء مديرية حوف. طيب تبقى معنا أستاذ محسن، أعود مرة أخرى أستاذ أحمد بالحاف. أستاذ أحمد، ما مصير الاتفاقات السابقة التي تم التوافق عليها بينكم في لجنة الاعتصام وأيضا مؤسسة الرئاسة وباقي الأطراف؟ نعم في لجنة الاعتصام في شهر فبراير الماضي من هذا العام 2019
تم الاتفاق مع السلطة المحلية وتم سحب هناك ميليشيات وقوات القوى السعودية من مركز البحرية، وصرغوا أن أثر أبناء مديرية حوف شيوخ وأعيان وثيقة يؤكدون فيها على خلو محمية حوف من الميليشيات والحفاظ على مؤسسات الدولة فيها، إلا أن القوات السعودية ضربت بكل الاتفاقات عرض الحائط، رغم أن هناك قرار من اللجنة الأمنية في ذلك الوقت بسحب كل الميليشيات والقوات السعودية من مديرية حوف، إلا أنها رجعت مرة أخرى واستخلت في منفذ كرفيد وسيطرت عليه واستحوذت على القرار في منفذ كرفيد وتفعل ما يحلو لها. وهذه اختراقات سعودية منذ أشهر منذ قدومها من صح التعبير، فهي تعمل على دائما على انتصار حماس المواطنين وتغطغط عواطفهم بالذريعة الوهمية، وسرعان ما تلتف حول هذه الاتفاقات وتنقضها. ونحن في مديرية حوف لازلنا معتصمون واعتصامنا مفتوح، وهناك مهلة أقصاها 72 ساعة من لجنة تنظيم الأعصاب القوات السعودية أن تنسحب من مديرية حوف، وخصوصا من المنفذ الرفيد الحدود مع سلطنة عمان. أبناء مديرية حوف يؤكدون على تنمية النضال، على تنمية الاعتصام، وعلى أمن واستقرار مديرية حوف بشكل خاص ومن محافظة المهرة. قبل عام يوم أمس شاركتنا قيادة الاعتصام في محافظة المهرة والتي يترأسها الشيخ عامر سعد كتشاف، وبحضور القيادي البارز الشيخ علي سالم الهريزي وعديد من المواطنين والشيوخ والكوادر من أبناء مديرية محافظة المهرة الأخرى، وشاركونا الاعتصام والمسيرة الحاشدة. واليوم أبناء حوف لا زالوا بجوار منفذ ترفيد ينصبون خيمتهم للاعتصام السلمي المفتوح إلى أن تغادر هذه القوات منفذ حوف بشكل تام وكامل. وهناك الوساطات والتحاورات بين السلطة المحلية والقوات من أجل رحيل همراته، وهناك الأمانة في قيادات أمنية وفي قيادات موجودة لا زالت نزيهة وتتمتع بروح وطنية عالية، وتعول عليها في مساندة المعتصمين إخراج هذه القوات من مديرية حوف بشكل كامل. طيب أستاذ أحمد، حددتم مهلة الـ 72 ساعة، ما هي خياراتكم في حال مضت هذه الساعات دون أي استجابة؟ بعد هذه لجنة تنظيم الاعتصام تخلو مسؤوليتها عن أي تصرفات أو أي كل ما يترتب عليه من عدم خروج هذه القوات. فهناك الأهالي والمواطنين والقبائل هنا يحق لهم الدفاع عن أنفسهم، عن سيادتهم، عن كرامتهم، عن مديريتهم، فهذه كل الخيارات مفتوحة وللمعتصمين خيار، وهناك سيكون توضيح بعد انتهاء هذه المهلة والإفصاح عما سيتم ويكون. شكرا جزيلا لك أحمد بالحف، عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام. أعود للأستاذ محسن رعفيت. أستاذ محسن، قبل أن نتحدث عن وسائلكم لتحقيق المطالب التي رفعتوها في حوف، ما هي الأهمية الاستراتيجية اليوم لحوف؟ أنت ربما أشرت إلى أنها محمية طبيعية سياحية، هل هناك أي أهمية استراتيجية أخرى لمنطقة حوف؟ لم أسمعك، ممكن تعيد السؤال؟ تحدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة حوف، مديرية حوف. ما هي الاستراتيجية؟ أنت كما تعلمون جيداً بين مديرية حوف منطقة سياحية، منطقة صغيرة، كما يعلم جيدا أن منفذ ترفيد هو المنفذ ليس بذات الحجم الكبير، منفذ يعني مسيطر له من قبل أبناء العامل الموظفين داخله. اليوم أبناء مديرية حوف المعتصمين وأبناء محافظة المهرة بشكل عام يعني يضعون السلطة المحلية ويضعون الجميع من بيده السلطة الحكومة الشرعية أمام أي خيارات أخرى تتطلب من قبل أبناء مديرية حوف في حالة لم تخرج القوات السعودية من منفذ ترفيز. طيب تبقى معنا أستاذ محسن، ونشرك أيضا معنا بالنقاش من المهرة علي مبارك حامد، عضو اللجنة الإعلامية للاعتصام. أهلا بك أستاذ علي. مرحبا، اهلا فيك. بدايه، لماذا انتقلت الاعتصامات اليوم الى الناحيه الشرقيه من المحافظه باتجاه حوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه واضحه والناس والعالم كله يعرف ما يحصل في محافظه المهره من شرقها لغربها. التحالف السعودي بدا يعبث بكل ما هو جميل في المحافظه. الان بدا التوجه هو مما هو كان من بدايه دخوله، هو متوجه الى هذه المناطق الحساسه في المحافظه والمناطق السياديه مثل المنافذ منفذ ترفيد وشحن،
الآن بدأ في الأيام هذه الأخيرة بدأ التوغل داخل المنافذ، وهو يحاول الآن السيطرة بشكل كامل داخل المنافذ الحدودية. فهو الآن في منفذ ترفيه أقدم وجاء بمدرعات وقوات داخل المنفذ. هذا مما يعني لجنة الاعتصام تعمل تعقد هذا الاعتصام المفتوح الحاشد الكبير أمس في مديرية حوض عند منفذ ترفيه أمام البوابة من أجل المطالبة برحيل هذه القوات من داخل المنفذ، وليس من داخل المنفذ فحسب بل من عموم محافظة المهرة، لأن التحالف الآن بعدما توغل داخل المحافظة بشكل كبير هو خلال هذه الفترة ينقض التعاهدات وينقض الاتفاقيات اللي تم تصينها بين لجنة الاعتصام، وبدأ الآن أن يستفز المواطنين كما يحصل الآن قبل أيام في منفذ شحن وعلى الحدود من منفذ شحن، وأنه يأتي بقواته وبكثانته العسكرية إلى مقربة من المنفذ ويحاول الدخول، لأن الأبطال هناك في الصحراء يمنعونه من الاقتراب من منفذ شحن، مما أنه قبل أيام ضربتهم طيران الأباتشي على مقربة منهم. والآن كما هو الآن حاصل في منفذ ترفيه فهناك الآن القوات السعودية داخل المنطقة، ولكن الأبطال هناك وأبناء المهرة عموما الآن مجتمعون هناك ومعتصمون الآن، نحن هناك الآن في الاعتصام المفتوح حتى تخرج هذه القوات من داخل المنطقة، ولن نرجع أبدا حتى خروج هذه القوات من داخل المنافذ، لأن القوات السعودية بدأت في الفترة الأخيرة الآن بدأت بأنها تحاول السيطرة تماما على كل ما هو سيادي داخل المحافظة من المؤسسات المدنية والعسكرية، واستخدام ميليشيات من خارج المحافظة كلهم من أجل تثبيت نفوذها داخل المحافظة، وهذا الذي يرفضه ربطا قاطعا كل أبناء المهرة من جميع أنحاء البلاد في المهرة، وهم ونحن الآن لازلنا نتمسك بنقاط المستكة التي أعلناها في بداية الاعتصام حتى يتم تطبيقها وحتى أنها تتراجع القوات السعودية عما تقدم عليه في محافظة المهرة. طيب عود للأستاذ محسن، أستاذ محسن مطالبكم المعلنة كأبناء منطقة حوف، ما هي وسائلكم لتحقيق هذه المطالب اليوم؟ الوسائل الأبناء مديرية حوف، الأبناء مديرية حوف خرجوا بصدور عارية رأس سلمية خالية من أي سلاح. أبناء مديرية حوف منطقة لا يعني يرفضون أي ثكنات عسكرية، خرجوا بصدور عارية يطالبون القوات السعودية بالرحيل من منفذ ترفيه، يطالبون بالقوات الخارجة عن مطام القانون بالرحيل عن منفذ. أبناء مديرية حوف يطالبون من فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي التدخل ووقف التجاوزات السعودية في انتهاك السيادة اليمنية وتدخل في شان منفذ ترفيه. أبناء مديرية حوف يطالبون من فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي التدخل والحفاظ على محمية حوف الطبيعية التي أعلنت في شهر أغسطس من 2005. لذلك يعني أبناء مديرية حوف أملهم كبير في فخامة الرئيس بالتدخل ووقف التجاوزات السعودية في محافظة المهرة، وكما قال الوزير الداخلية الميسري يجب على التحالف أن تصحح علاقتها مع اليمن، يجب على التحالف أن تزحف إلى الشمال وليس إلى الشرق. فتواجد قوات السعودية في منفذ صرفيت وفي محافظة المهرة هناك دلائل، ويتفاجأ فيها أبناء محافظة المهرة لم يتوقعوا بأن تلك القوات بالكمية الهائلة التي تنزل ليليا وكأنها منطقة يعني وكأن محافظة المهرة هي محافظة التي تشتعل بالصراع. محافظة المهرة محافظة الوحيدة، محافظة المهرة التي محافظة المهرة السلام. لذا نتفاجأ أبناء محافظة المهرة ويتفاجأ أبناء مديرية حوف بدخول تلك القوات واحتلال منفذهم دون أي اعتبار للحكومة الشرعية أو للشعب المهري. طيب سأعود لك أستاذ محسن. أستاذ علي قلت أن هناك تحركات كثيرة للقوات السعودية داخل محافظة المهرة، ما هو موقف السلطة المحلية من هذه التحركات؟ السلطة المحلية موقفها واضح ومعروف، هي أصلا سلطة تحالف اللي أتت بها وأتت إنها واختارتها أن تكون هنا في المحافظة مشان تمرير مشاريعها داخل المحافظة. أما بالنسبة لباقي المؤسسات أو باقي الشخصيات المهمة داخل المحافظة، بعض الوكلاء وبعض الإخوة الغيوريين الذين لديهم حس وطني فهم ضد ما يحصل الآن في محافظة المهرة،
وضد هذا الوجود السعودي المكثف داخل المحافظة، وهم بين الحين والآخر يظهرون ويتكلمون عن ما يحصل من الميليشيات خارجة عن النظام والقانون، وأن يكون هناك قوات تتبع أشخاص أو تتبع المحافظة نفسها أو تتبع التحالف داخل المحافظة ولا تخضع إلى إدارة الأمن أو لا تخضع إلى المؤسسة الأمنية أو العسكرية داخل المحافظة. هذه القوات التي الآن أبناء المهرة كلهم عندهم خوف وعندهم ريبة من هذه القوات داخل المحافظة أنها لا تأتي بخير للمحافظة، بما أن هذه القوات ليس لها سجل العسكري ولا لا سجل أمني، لا تبع الوزارة الداخلية ولا تبع وزارة الدفاع، وإنما هي قوات بمسميات لا تتدخل في أمور ليس من اختصاصها، وهذا مما يثير أبناء المهرة داخل المحافظة. بالإضافة إلى هذه الوجود الآن داخل المنافذ، يا أخي الآن الوجود السعودي أو التحالف داخل اليمن أتى إلى إعادة الشرعية، مؤذيا ما أتى إلى سلب الشرعية، وأتى أنه يريد أن يعيد ما سلب من الشرعية من القرار داخل اليمن، وهو الآن يعمل عكس ذلك، فهو انقلاب بحد ذاته كما هو الآن الحوثي هناك في الشمال، فالآن التحالف يحكم الجنوب ويحكم المناطق المحررة، هذا الذي يرفضه أبناء اليمن. اليوم هناك الحوثي يضرب داخل السعودية، على التحالف أن يصحح مساره وأن يذهب إلى الحوثي إلى محاربة الحوثي. اليوم في هناك قتلى مدنيين في مطار أبها من قبل ميليشيات الحوثي، فعلى التحالف أنه يذهب ويحول مساره إلى اتجاه الحوثي، ونحن جميعا معه. فنكف كل أبناء المهرة كما أعلنوا من بداية عاصفة الحزم أنهم إلى جانب عاصفة الحزم وإلى جانب الأخوة بالتعالف، وأنهم على قدم وساق من أجل تحرير اليمن من هذه الميليشيات. أما أن التحالف الآن يأتي إلى المهرة ويعمل ما لا يعمله في مع الحوثي مع أبناء المهرة، فهذا ما لا هذا الذي يرفضه أبناء المهرة، ولا يمكن لهم السكوت عنه. يعني حقيقة هذا شيء مر الآن اكتشفه كل أبناء اليمن، أن التحالف أتى من أجل تمرير نفوذه. التحالف الآن متوقف في سقطرة، التحالف في حضرموت، التحالف في أبين، في عدن، كلها على تمرير مشاريعهم الخاصة. هم الآن يمنعون الطيران اليمني من الهبوط والقلوع من مطار عدن، هم الآن يمنعون الوزراء من الخروج والدخول إلى اليمن، يمنعون الرئيس نفسه. يا أخي التحالف إذا كان بهذه الطريقة فكل أبناء اليمن سيكون لهم موقف أعلنناها من المهرة، وسيعلنوها كل أبناء اليمن من أجل أن يتصحح مسار التحالف. فالمهرة هي البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية، المهرة لها منافذ مع الدولة الجارة دولة عمان، فلا يمكن أن يأتي التحالف إلى هنا وأن يضر الأمن القومي العماني أو بأي أمن، يعني ما يأثر على الجيران بما يخص التجارة وعملية الاستيراد والتصدير داخل المنفذ. فهم الآن يحاولون أنهم يخلقون أو يعملون أمور ثانية أو قيود استثنائية على التجارة داخل المنافذ، وهذا الآن من بداية الاعتصام، ونحن نندد بهذا العمل وأنه لا يمكن التجاوز، بلغ الأمر يعني حدة، فلا يمكن. فمن الآن ورايح فأبناء المهرة سيقفون بشكل كامل وكبير ضد هذا الوجود السعودي، ولا يمكن لهم العبث بالمؤسسات ولا يمكن لهم العبث بالمنافذ، سواء الآن بداية من المنافذ سيخرجون مهما كان الأمر سيخرجون من المنافذ. شكرا جزيلا لك في صدورهم. شكرا جزيلا لك علي مبارك حامد عضو لجنة الاعتصام من المهرة. أختم مع الأخ محسن رفيت. البعض ربما يصف موقف الشرعية بأنه يخذل أبناء محافظة المهرة، أنتم في الملتقى العام لأبناء محافظة المهرة كيف تصفون موقف مؤسسة الرئاسة ما يحدث في المهرة وتحديدا في حوف؟ أخي فعلا الشرعية خذلت أبناء محافظة المهرة، الشرعية لم تقف مع أبناء محافظة المهرة، الشرعية موقفها ضعيف جدا مع أبناء محافظة المهرة. أبناء محافظة المهرة أملهم في فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي، أبناء محافظة المهرة يناشدون ليل نهار فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي التدخل، أملهم كبير في فخامة الرئيس. أبناء محافظة المهرة يقفون وقفة رجل واحد مع الشرعية، أبناء محافظة المهرة هم جزءا من الشرعية، لذا يجب على الحكومة الشرعية، يجب على كافة الوزراء أن يستنكروا وأن يقفوا وقفة مع أبناء محافظة المهرة الذين يطالبون ويوقفون وقفة. أبناء محافظة المهرة اليوم يستعيدون انطلاقا من محافظة المهرة من شرق اليمن، يقفون مع الشرعية ويحافظون على سيادة اليمن. اليوم تعلم جيدا بأن القوات السعودية وصلت إلى آخر منفذ في شرق اليمن
وهو المنفذ السيادي. لذا يجب على الحكومة الشرعية أن تعيد حساباتها مع التحالف، يجب على الحكومة الشرعية أن تستيقظ، يجب على الحكومة الشرعية أن تقول التحالف كفاية، يجب على الحكومة الشرعية أن يكون عندها جراءة وشجاعة. فلن يرحمهم التاريخ، فلن يرحمهم التاريخ. أبناء محافظة المارة اليوم يقفون وقفة رجل واحد كما تعلمون جيدا، مدافعين عن سيادة الوطن. محسن رعفيت رئيس الملتقى العام لأبناء حوف، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المشيان.